أما نبص للسنين اللي فاتت بنجد أن مئات السلع الجديدة من إنتاجنا، من إبرة الخياطة، كنا سنة 52 بنستورد إبرة الخياطة وبنستورد المسمار، نستورد مكنة الخياطة، بنستورد العربية، بنستورد كل حاجة. النهاردة بنستطيع أن نفخر أننا نصنع كل شيء من إبرة الخياطة إلى الصواريخ. بنصنع الاوتوبيسات، بنصنع السفن، الثلاجات، البوتاجاز، عربيات الركوب، الدراجات، البسكليتات، الراديو، التلفزيون، السماد، الحديد والصلب، عربيات سكة حديد، بنصدر غزل ومنسوجات الى امريكا، بنصدر بترول، بنصدر كاوتش السيارات. دي ارادة التغيير في الصناعة. هذه المشروعات تمثل حقا حركة عملاق كان قد غرق في سبات عميق، فبدأت أعضاؤه تتحرك هنا وهنا وتدب فيها حياة جديدة. وعندما تكمل الحركة وتشمل الحياة الجسد ويقف العملاق وقفة كاملة على قدميه، عندها ستتدفق الكهرباء من أسوان ومن السد العالي، عندها ستزرع الأرض التي نهبتها الصحراء من النيل، عندها ستصلح الأراضي البور، عندها سنخرج الحديد والصلب وسنصنعه في بلادنا قاطرات وسيارات وطائرات. أي دولة في العالم بتتمنى أن يبقى عندها صناعة سيارات، لأنها بتدي برستيج للدولة، لدرجة كان بيقال أي دولة تستقل بتسعى أول لثلاث حاجات فوراً: إنشاء سفارات وعمل علم مخصوص لها وإنشاء صناعة سيارات. فكرة العربية الرمسيس بدأت سنة 1958، كان الدكتور عزيز صدي هو وزير الصناعة، تقدم إليه شابين جورج حاوي وضابط اسمه عصام أبو العلا. الشابين دول تقدموا إلى الدكتور عزيز صدي بفكرة صناعة سيارة مصرية، واختاروا لها الاسم من الاول انها تكون رمسيس. بعد الاف السنين ينقل تمثال رمسيس الثاني من ميت رهينة الى القاهرة، وقد تمت عملية نقل التمثال الكبير بنجاح عظيم رغم الصعوبات العديدة، وذلك بفضل مجهودات بلدية القاهرة وسلاح المهندسين. الفكرة كانت يعني الحقيقة جاذبة جدا للدكتور عزيز، يعني وافق لهم من حيث المبدأ على أنهم يقدموا عينة من العربية اللي هم بيرجوا تصنيعها، وأن وزارة الصناعة تختبر هذه العربية. في هذه الفترة كذلك نشأت فكرة أن السيارات، أن مصر تجمع سيارات أو تلفزيونات وتباعها أيضا بالتقسيط وتباعها لنفس الفئات الاجتماعية، وأنها توفر النقد الأجنبي الذي يقوم على استيراد السيارات. بالتالي اتفق على البدء في تجميع
أو إنتاج هذه السيارة. تقدمهم بطلب أرض، الدولة أدتهم أرض في بداية الطريق الصحراوي القاهرة اسكندرية، وبنوا ببناء المصنع. وتشجيعا لهم الحقيقة وزارة الصناعة كلفت الهيئة العامة للتصنيع اللي كانت تابعة الوزارة بذلك الحين أن تتعاقد معهم على شراء 200 سيارة. أذكر أن سعر السيارة كان في حدود 200 جنيه، وأنها تدفع لهم ثمن ال 200 سيارة دي مقدم لمعونتهم ماليا في تنفيذ هذا المشروع. ثم بدأت تفكر في أن هي تعمل تنمية اقتصادية وسياسية، وعشان كده عملت ما سمي بخطة التنمية الاقتصادية الأولى اللي هي في خلال هذه الفترة. المجتمع المصري كان يعني حدث فيه نوع من التطورات الاجتماعية اللافتة للنظر. دوري عجلنا كمان وكمان ثابت كل زمان ومكان، دوري عجلنا كمان وكمان ثابت كل زمان ومكان، دوري عجلنا دوري عجلنا دوري عجلنا دوري عجلنا دوري عجلنا كمان وكمان ثابت كل زمان والمكان، دور بروز دور ما نسميه بالطبقة الوسطى الصغيرة، الموظفين، الضباط، التجار المتوسطين إلى آخره. كان جزء من بروز هذا الدور مرتبط بما تحقق لهم من رواج اقتصادي، لأن الثورة كان من أول خطواتها أنها ضربت الإقطاع الزراعي بإصدار قانون تحديد الملكية، وبالتالي بدأت رؤوس الأموال تتجه نحو العقارات، تتجه نحو الصناعة بشكل ضئيل جدا، تتجه نحو التجارة. معنا الأمل وثورة عمل تعلي البنى من هنا للصن من هنا للصن. بدأت العربية تنزل في السوق، والحقيقة من واقع الحماس الوطني العربية في الأول لقت إقبال، وكان في حتى ويتنج ليست يمكن في الأول. العربية الرمسيس هي أول عربية اقتناها والدي، وهو كان حد مجنون بالعربيات، كانت هي أهم حاجة في المقتنيات بتاعة الأسرة. أول مرة أفتكر الشارع المصري هو من خلال العربية دي، وده اللي أنا كتبته في روايتي الوفاة السنية لرجل الساعات، اللي هي كانت بتحكي شوية قصة حياة والدي في علاقتها بالمدينة والمتغيرات السياسية والاجتماعية اللي حصلت. وطبعاً العربية الرمسيس في الرواية زي ما أنا كتبته يمكن حتى في حياة المجتمع المصري كان أول مشروع شعبي قومي لإنتاج سيارة مصرية، وده كان ليه معنى كبير مرتبط شوية بفكرة الاستقلالية والقومية والصناعة المصرية. فهو في الرواية وفي تصوري أنا يعني نموذج أو رمز لفكرة الصناعة المصرية. لم نبتعد كثيراً في سيارته الرمسيس الجديدة، عبرنا فقط كوبري 6 أكتوبر الذي لم تفت بضعة أيام على افتتاحه. أخذنا أبي في نزهة لتدشين أول سيارة يبتاعها. جلست أمي بالمقعد الأمامي إلى جانبه، بينما استلقيت على ظهري في الخلف، وعند قدمي جلست ابنة عمي وفي يدها زجاجة الحليب. من وراء الزجاج الخلفي للسيارة الصغيرة أستطيع أن أرى زرقة السماء والسحب وهي تعبر من حي المهندسين إلى ميدان التحرير. كل شيء طازج للغاية، والهواء يتدفق إلى داخل السيارة، بينما يعلن أبي أن الصناعة المصرية لا مثيل لها، وقريباً تصبح الرمسيس سيارة ذات سمعة عالمية. أبي يحسن القيادة وكأنه ولد سائقاً. أنا فخورة بأبي فعلاً، ولذا أطلق ضحكات متلاحقة يظنونها من أثار دغدغة العجلات للأسفلت المتوهج. إيه رأيك يا نورنور؟ يقولها أبي وكأنه اشترى السيارة من أجلي. في هذا السياق الخطة الخمسية الأولى بنيت على فكرة توفير سلع استهلاك للطبقات الشعبية، لنظام اقتصادي قائم على فكرة التقسيط، بمعنى أنه
المواطن او الموظف الصغير اللي مرتبه 20-25 جنيه يستطيع ان هو يمتلك في بيته تلاجة وغسالة وبوتاجاز. في فكرة العربية الشعبية، في فكرة ان هو طبعا بيخاطب قطاع شعبي. انا حساس جدا لكلمة شعبية. ليه؟ انا اتكلم منتهى الصراحة، ما هو متوصل الدخل القومي للفرد في مصر؟ ما زال منخفض جدا. فلما اقول عربية شعبية لازم تكون في مستوى كل مواطن. انا بعتقد لابد من الاول العمل على رفع مستوى دخل الفرد عشان اسميه عربية شعبية، انما اقدر اقول عربية قومية. العربية رمسيس كان في منها موديلات، كان في منها الفان المقفل وديت كانت بتاخد هيئة البريد، وكان في منها الكوبرنيه اللي هو من غير سقف، وكان في منها البيكب، وكان في منها اللي هو الأربع بيبان اللي هو الموديل الأخير دوت. كنا بنستورد الأجزاء الميكانيكية والكهربائية من ألمانيا، ألمانيا الغربية، وكنا داخل فيها نسبة من التصنيع المحلي زي الصاج، طقم الكراسي، التجليد، فرش الأرضية. انت لو شفت العربية رمسيس بتاعت رمسيس يعني هتتجنن. واحنا خدناها من الإكسوس بس احنا طورناها، عملناها عجلتين بدل أربعة، اتعمل برشاقة، كانت معموله بنوع من الخشب بيتعمل زي الكاوتشوك زي بالمساعدين، وكانت بتمشي بالحصان على سرعه 80 كيلو على ارض صحراويه. ولو تعرف ان احمص حررنا من الهكسوس بهذه العربيه، يعني عايز اقول يعني احنا امه العربيات. حركه البناء في القاهره لا تهدأ، فنحن نعيش لنشيد، نعيش لنبني، نعيش لنجمل مدينتنا الكبيرة الخالدة. صناعة السيارات لها ميزة كبيرة جدا الحقيقة، إنها بتشغل عدد كبير جدا من المصانع حواليها. ليه؟ السيارة فيها حوالي 10,000 مكون، المصنع نفسه بيصنع عدد محدود جدا من المكونات وبيعتمد على موردين خارجيين في توريد هذه المكونات. فكانت الفكرة في إنشاء مصنع السيارات هو انه هينشا تلقائيا جنبيه عدد ضخم من المصانع المغذيه، يشتغل فيها عدد ضخم من العمال. كذلك بعد انتاج السياره بتيجي محطات الخدمه، ودي ايضا بتتيح فرصه كبيره لتشغيل العماله. اذا صناعه السيارات من الصناعات اللي بتعمل ترويج كبير للصناعه. 61 بدات شركه النصر سيارات وانشئت في ذلك الوقت، وبدأت تنتج السيارات الفيات. تحولت الشركة إلى إنتاج الميكروباصات واللواري الخفيفة، هي شركة وسائل النقل الخفيفة. NSU كان ده موديل من الموديلات بتاعها اسمه برينس 4، برينس 4. لما ابتدت تكون عربيات بأربع أبواب و1100 سي سي و1300 سي سي، ففولكس خافت من المنافسة. حق هذا الجيل ايضا انه يبص امامه، يتطلع امامه الى ما ينتظره من مسؤوليات. لازم في مراجعه. مصر دي بلد لازم تراجع روحها باي طريقه، لان في منتهى الخطوره. ولعل عربيه رمسيس تبقى، عايزين عربيه رمسيس بجد، عايزين عربيه رمسيسيه بالمعنى الثقافي والفكري والفني بشكل مستقل عن هذه التبعيه للغرب.